هل هاي هايبوثيسيس وي ريجكت او وي فيل تو ريجكت؟ تمام، هذول المصطلحات اللي احنا تعاملنا معها. اتفقنا انه في عندنا تو تايبس بالنسبه للاستاتستيكال هايبوثيسيس. الاولى هي عباره عن النورمال هايبوثيسيس اللي هي عباره عن الهايبوثيسيس الشاذ، مثلا انه الاستيميتر از ايكوال تو سيرتن فاليو. مثلا في هذا الاكزامبل اللي موجود معانا هون، انا عم باخذ الاستيميتر هو عباره عن اليو اوكي. فبيكون عندي الالترناتيف هايبوثيسيس هي عباره عن انه الميو از نوت ايكوال تو 50، او هي عباره عن السيرف فاليو اللي احنا اعتمدناه. هلا اتفقنا انه في عندنا تو تايبس بالنسبه للالترناتيف هايبوثيسيس. الاولى هي عباره عن الون سايد، والثانيه بوث سايد. البوث سايد او التو سايد الالترناتيف هايبوثيسيس. اوكي، هلا بالنسبه لهدول الهايبوثيسز حكينا في عندنا نسبه خطا في الهايبوثيسز، عرفناهم عباره عن نوعين. الخطا الاول هو عباره عن تايب 1 ايرور، والثاني هو عباره عن تايب 2. التايب 1 ايرور انه حنقدر ما حنقدر نعمل ريجكت للهايبوثيسز عبرهم بالفاليو مش صح. والتايب 2 ايرور انه حنعمل اكسبت الهايبوثيسز نفسها عروض من هي الاصل القيمة الأصلية حتكون فاسدة. فصرنا نحسب شو احتمالية الخطأ الأول اللي عرفناه من خلال ألفا، وشو احتمالية الخطأ الثاني اللي عرفناه من خلال فيتا، صح؟ واتفقنا إنه في كل أنواع، طبعاً هنا ألفا أعطيناها كتسمية، اعتمدنا السيجنيفيكانس ليفل اللي هي تقريباً العلاقة في الكونفيدنس ليفل اللي أخذناه خلال شابتر 7. اوكي، فعشان هيك الفا فاليو هي عباره عن شو probability للتايب 1 ايرور، اللي هي شو الاحتماليه ان انا ارفض اتش نوت، اتش نوت بالاصل ترو ترو فاليو، وبيتا هي عباره عن احتماليه تايب 2 ايرور، شو الاحتماليه ان انا ما اقدر ارفض النال هايبوثيسيس في خلال الوقت اللي هي بنوصل فيه صحيح. لا هي خاطئه يعني. حكينا انه في علاقه بين التو هايبوثيسيس الموجودين. اوكي؟ اذا واحد بقل الثاني بيزيد بناء على اساس اللي هم سميناهم الكريتيكال ريجن، او هي عباره عن الكونفدنس ريجن مذكرين تسميناه. فكان عندنا فاليوز سميناهم كريتيكال فاليوز اللي هم بيعرفوا منطقه الكريتيكال ريجن اللي هي بتطبق عليها، اللي هي عباره عن تايب 2. حلو، الكريتيكال فاليوز حتصير نحددهم اما من خلال بريفيس اكسبيرينس او باستخدام اللي هي الكونفدنس. فهي مثلا اجينا حكينا انه خلال هاي التجربه طلع معي احتماليه انه يطلع معي تايب 1 ايرور عباره عن 5.74%. لما زدنا السامبل سايز قلت القيمه، لما زدنا اللي هم الكريتيكال فاليوز كمان القيمه كمان قلت، صح؟ في المقابل لما اجينا على تايب 2 ايرور، لما زدنا السامبل سايز قلت، في المقابل لما زدنا الكريتيكال ريجن او الكريتيكال فاليوز زاد. بعد ما عرفنا حاجه اسمها الباور في ستاتستيكال تيست اللي حكينا عباره عن 1 ناقص البيتا، اللي بتمثل شو احتماليه انه انا ارفض التجربه، وهي التجربه بالاصل عفوا، شو احتماليه انه انا ما ارفض التجربه وهي بالاصل لما تكون هي بالاصل مش صح، يعني صح هي هيك هي عباره عن 1 ناقص. اوكي، اجينا هلا هون على الون سايد والتو سايد هايبوثيسيز اللي هي عباره مثلا لما يكون عندي تو سايد النال هايبوثيسيس سوتش ذات ميو سيكوال تو ميو نوت سيرتن فاليو، والالترناتيف هايبوثيسيس اللي هي عباره عن ميو سوتش ذات ميو اتس نوت ايكوال تو ميو نوت. في المقابل لما يكون ون سايد حيكون عندي اما في الابر باوند او حيكون عندي في اللور باوند. اذا كان في الابر باوند حيكون عندي اتش نوت سوتش ذات ميو ايكوال ميو نوت هاي النال هايبوثيسيس. في حاله الالترناتيف هايبوثيسيس انها تكون اكبر من ميو. هلا اخذنا اكزامبل شو احتماليه ان انا ارفض
معين معين بحيث المنضغط اقل قيمه الضغط مسموح هي عباره عن 200 متر في صاعد. حكينا انه الطريقتين هم صح لكن بيعتمدوا على الاكسبيرينس القديمه بالاضافه لدرجه الدقه اللي احنا بدينا. وتناقشنا في هذا الموضوع خلال المحاضره الماضيه الموضوع انه لما انا اخذ مثلا باقل قيمه مسموحه الضغط مثلا 200 بي اس اي واعرف الالترناتيف هايبوثيسيس بحيث مثلا القيمه الافرج او الاي بي يو اكبر من ال 200 حيطلع معي انه النل والالترناتيف صح. لكن معنى الالترناتيف انه انا حقبل بنسبه خطا معينه صح؟ فعشان هيك حكينا هنعتمد على الاكسبيرينس السابقه في هذا الموضوع. بعد اجينا عرفنا البي فاليو حكينا شو سبب تعريفنا للبي فاليو اللي هو لا البي فاليو اللي عباره عن حنعتمد بي فاليو بالنسبه كتست حكينا في الون سايد في الاوف سايد احنا حنرفض او حنقبل لكن ما حنحدد هل احنا قريبين ولا بعيدين. فاجينا عرفنا بي فاليو اللي هي عباره عن شو اقل ليفل من السيجنفكانت حنقبل فيه للريجكشن. شو اقل ليفل من السيجنفكانت حنقبل فيه على اساس انه احنا نرفض النلغة بوكس اللي عباره عن اكشن. ففي النهايه البي فاليو از ذا اوبزيرف سيجنفكانت. هلا هذا الاكزامبل اللي احنا اخذناه عرفنا فيه قيمة النيو سيكوال تو 50 والالترناتيف هايبوثيسيس از نوت ايكوال تو 50 واخذنا سامبل سايز مقدار 16 وستاندرد ديفيشن مقدار 2.5 وعرفنا انه الفاليو عباره عن 5% فحسبنا هدول طلعت عباره عن 51 3.10 اللي عباره عن الافرج فاليو بناء عليها طلعت معنا البيتا فاليو اقل ليفل مقبول هي عباره عن 3.8 على ليفل في المقابل مقارنه مع 5% فعشان هيك احنا رفضنا ال 5% واعتمدنا على ليفل جديد اللي عباره عن 3%. اوكي هلا خلينا نيجي على موضوع الكونكشن بين الهايبوثيسيس التست بالاضافه الى الكونفدنس انترفال. خلال الكونفدنس انترفال كنا نعرف لور باوند وابر باوند اللي هم عباره عن ال ونعرف استيميت اللي هو عباره عن ثيتا باستخدام كونفيدنس ليفل هو عباره عن الفا فحكينا يطلع معانا اذا كان عندي الابر باوند عباره عن يو واللور باوند هو عباره عن ال بيحققوا كونفيدنس ليفل مقداره عباره عن 1 ماينس الفا بيرسون. في هاي الحاله حيكون عندي الكونفيدنس فاليو عباره عن الفا فحيصير عندي إذا كان عندي النال هايبوثيسيس such that انه اتش نون ثيتا اللي هو الاستيميتر بشكل عام اتس ايكوال تو ثيتا نون أو الالترنتيف هايبوثيسيس عبارة عن ثيتا از نوت ايكوال تو ثيتا نون. عشان أنا أعمل ماتشنج بين الكونفدنس وبين الهايبوثيسيس لازم يطلع معي انه الليفل اوف كونفدنس اللي موجود هون حعمل له ريجكشن إذا أنا ما حققت الليفل اوف كونفدنس اللي أنا بديه. مرة ثانية هلا احنا خلال هذا السكشن حسبنا بي فاليو قارنا فاليو مع ايش؟ مع الفا خلال هذا السكشن انا عندي لور باوند وابر باوند اخترت هذا اللور باوند والابر باوند بناء على قيمه كونفدنس معينه صح؟ صح حاجه احسب قيمه بي اللي هي عباره عن البي فاليو اذا طلعت بي فاليو اقل من الليفل اللي انا محدده ككونفدنس معناها اللور باوند والابر باوند الموجودين عندي مش قيم ما بتتناسب مع قيمه الكونفدنس. فعشان هيك هنعمل ريجكشن للاتش نون اف اند اونلي اف ثيتا نون اللي عباره عن الاستيميتر از نوت ان ذا 100 1 ماينس الفا بيرسون من الكونفدنس انترفال اللي عباره عن ال. فانا فعليا حاجه افحص اللور باوند والابر باوند هعتبرهم كانهم عباره عن الميثيكال عن الفاليو اللي موجودين عندي، هحسب بيتا فاليو، هقارن البيتا فاليو مع ايش؟ مع الكونفدنس ليفل اللي موجود عندي اللي هو عباره عن 1 ماينس الفا. بعد حكينا عن البروسيجرز بشكل عام. البروسيجرز اللي هو في البدايه حنعرف البارامتر اوف انترست ممكن يكون هو عباره عن استيميتر
المين بوليسي، يعني ممكن يكون عبارة عن المين، ممكن يكون عبارة عن ستاندرد ديفيشن فارس وتيبر. بعدها هنعمل فورميليشن بالنسبة للنال هايبوثيسيس بالإضافة للالتيرمنت هايبوثيسيس. هنختار ليفل اوف سيجنيفيكانت اللي هو عبارة عن الفا. بعدها هنختار شو الابروبريت ستاتستكس اللي هنشتغل عليه، شو المقصود في هاي. اعتقد بتمنى تكونوا درستوا شابتر 8، حكينا التست بالنسبة للستاتستكس اللي كان نورمال ديستريبيوشن، كنا نشتغل على الزد فاريوز اللي كان عبارة عن الفاريوز، كنا نشتغل على الكاي سكوير بالضبط، اللي كنا نشتغل على مثلا unknown فاريوز بالنسبة للفاريوز، كنا نشتغل على التي. بتمنى تكون درستوا اللي هو عبارة عن التست اللي حكينا عنه. بعدها حنحط الريجكشن كرايتيريا الموجودة عندنا، نعمل كالكوليشن على قيمة Z أو قيمة T أو قيمة كاي سكوير أو whatever، بحيث إن إحنا نشوف هل هنقبل أو we reject أو we fail to reject بالنسبة للهايبوثيسيس الموجودة. هنبدأ هلا نطبق عليهم نفس اللي عملناه أو نفس السيكونس اللي عملناه في شابتر 8. أول احتمال من الاحتمالات إحنا نشتغل على normal distribution، ويكون الاستيميتر بالنسبة لنا أو التست فاليو هي عبارة عن المين، بحيث إنه المين فاليو والفارس فاليو عبارة عن نون فاليوز. حكينا في شابتر 8 إنه إحنا حنروح نحسب قيمة زد فاليو اللي بنعمل فيها ستاندرايزيشن بالنسبة لقيمة إكس بناء عليها ندرس الاحتمال. هلا خلال هذا الشابتر حنيجي حيكون عندي التست ستاتستكس هو عبارة عن زد نون، حنقارن زد نون مع إيش؟ مع الكريتيكال فاليوز اللي موجودين، بناء عليهم حد الليفل الكونفيدنس اللي موجود عندي. فحاجة احسب قيمه زد نون اللي عباره عن اكس بار ماينس ميو ديفايد باي سيجما ديفايد باي جذر ال، وما بدنا ننسى انه في هاي الحاله الفاليوز زد نون، عشان هيك عم نعوض سيجما. اوكي هلا شو الكونكلوجن النهائيه؟ حتكون هي عباره عن ريجكت للنول هايبوثيسيس إذا كان الأوبسيرف فاليو خارج الليمت. شو يعني خارج الليمت؟ إنه تكون زد نوت أكبر من زد الألف على 2 أو أقل، أو زد نوت أقل من ماينس زد الألف على 2. يعني أنا بمعنى ثاني لو أنا عرفت الأكسبتانس ريجن ضمن هاي الليمت، شو احتمالية إنه يطلع معي قيمة زد نوت ضمن هاي الريجن، أو احتمالية تطلع معي قيمة زد نوت ضمن هاي الريجن، اللي هي شو بتمثل؟ اللي هي رجل، او اللي هي المعنى الثاني كان عباره عن الكامل صح. اوكي طبعا الثانيه بي فير تو ريجكت الشوت اف ذا اوبزرف فاليو اوف ذا تيست ستاتستكس عباره عن زد نون يضمن الماينس 1000 على 2 لزد 1000 على 2. هلا لاحظوا خلال هاي الطريقه انه انا ربطت الشابتر تبع الهايبوثيسيس اوف تيستنج مع الالفا على 2 اللي هي بتمثل الكونفيدنس ليفل، فانا هيك بكون رابط الكريتيكال فاليوز الموجودين عندي او الاكسبتنس ريجن مع قيم الالفا على 2 اللي بتمثل الكونفيدنس انترفال مع قيم بالنسبه للتست اللي هي عباره عن الهايبوثيسيس. هذا عباره عن اكزامبل، خلينا نمشي عليه شوي شوي ونشوف الشغلات الموجوده. هلا هو نفس الاكزامبل اللي احنا كنا بنتعامل معاه، المين فاليو 59، حسبنا الستاندرد ديفيشن لهي السامبل طلعت معانا عباره عن 2 سنتيمتر بير سكند. حنستخدم سيجنفيكانت ليفل عباره عن الفا سيكوال 5.05، والراندوم سامبل عددها هي عباره عن n 59. اوكي وحسب سوري 25 25، حسبنا من خلال 25 سنة قيمة الـ X bar value طلعت معنا بتساوي 51.23. يعني خلينا نفكر فيها للسيستم، أنا عندي population أخذت منه سامبل وضارب 25 خلال هذه السامبل 25 أنا بعرف من خلال الـ previous experience إنه قيمة الميو اللي عندي كم تكون؟ 50. فهي تقريبا هي النقطة اللي موجود عندي. هلا حسبت في النهايه الاكس بار للسامبل الجديده طلعت معي بدي احسب النول هايبوثيسيس اكسبت او ريجكت.
فحنبدا في ستيبس. اول حاجه كان عامل البارامتر اوف انترست اللي هو بالنسبه لنا عباره عن نيو. نيو بعد ما انا عرفت البارامتر اوف انترست اللي هو عباره عن نيو، حامل النول هايبوثيس اللي عباره عن اتش دوت نيو وصلت للنيو سيكوال دوت 50. فتلقائيا الالترناتيف هايبوثيس حتكون عباره عن اتس نوت ايكوال تو 50. هلا ممكن تكون مش اتس نوت ايكوال تو 50، ممكن تكون اكبر او اقل، لانه في بعض التجارب حتكون عباره عن ون سايد. صح 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 والله. في بعض التجارب ممكن تكون ون سايد، يعني عشان كل القيم شغالين بس من جهه. بناء عليهم اجينا حسب قيمه الزد فاليو، هي عباره عن اكس بار ماينس النيو نود على سيجما على الجذر ان. فقبل ما طبعا هذول الفاليوز لما تحسبوهم بتطلع القيمه عباره عن 3.24. هلا انا محدد كونفدنس ليفل كم قيمته؟ 5%. بناء على 5% رحت على طبعا هاي حتمثل البي فاليو. البي فاليو هي عباره عن اقل قيمه مسموحه عشان انا اعمل اكسبشن صح؟ فطلع معاي قيمه زد الالفا على 2 1.96 والماينس زد الالفا على 2 بتساوي ماينس 1.96. بمعنى ثاني لاحظ انه هاي القيمه خارج الرنج، هاي القيمه اللي هون خارج الرنج. نقدر نمثلها بطريقه ثانيه، ما انه الزد نوت هي عباره عن 3.25، فبالتالي البي فاليو هي عباره عن 2 من الجهتين 1 ماينس 5 3.25، اللي حتطلع معنا بتساوي 0.001. بمعنى ثاني اقل ليفل لبي فاليو مسموح كم قيمته؟ 1%. واحد كم القيمه اللي عندنا؟ 5%. معناه لازم اعتمد ال لازم اعتمد على هاي. او بمعنى ثاني هنعمل ريجكت، في ريجكت اتش نوت سج ذات البيوت سي ايكوال تو 50 ات ذا 0.05 اللي هو عباره عن 5% ليفل اوف كونفدنس. واضح كيف الطريقه؟ انا بناء هلا لو انا اجيت حددت الليفل اوف كونفدنس بيساوي 1%، ايش حيصير؟ قيمة زد تلقائيا هذول الفاليوز بزيدوا حيزيدوا. فانت بتقدر تقارن هذول القيم مع هاي القيمة، او بتقدر تقارن الكونفدنس هاي القيمة اللي عبارة عن البي فاليو مع قيمة الكونفدنس الموجودة عندك اللي عبارة عن 50. انت في البداية حيوصلوا نفس الشيء. اوكي طب مثلا لو عملنا يعني فترة حصرناها وقارنا قيمة الاكس بار، يعني لو كنا ميو زائد زد الفا على 2 في سيجما على الجذر الان من هذا الطرف والطرف الثاني نقصنا اوكي، وشفنا يعني الاكس بار. انت بدك تفحص الالترناتيف صح؟ صح ولا غلط؟ هلا هناك حتطلع اكسل. فهمت شو قصدي؟ هلا احنا انا فحصت الاكسبتنس ريجن طلعت اللي هو ريجن، لو فحصت اللي هم الفاليوز الخارجيه اللي هم عباره عن الكريتيكال ريجن حيطلع معي اوكي، حيطلع معي في هاي الحاله. فبس المحاضره ما نتذكر خلال النقاش فضلنا انه احنا نعتمد على المالتي هايبوثيسيس او اللي هو تايب 1 ايرور. شو السبب؟ سميناه سترونج كونكلوجن. ايوه صح، سميناه سترونج. طبعا لو زدنا السامبل سايز حيتغير نتائج اللي هون. هلا بالنسبه للكلمه اللي حكاها زميلكم، لو احنا اعتمدنا على تايب 2 ايرور شو احتماليه؟ يكون في الخارج. فاحنا ممكن نشتغل على تايب 2 ايرور ونختار السامبل سايز، او ممكن نشتغل على تايب 2 ايرور عشان نعمل الكونكلوجن الموجوده. في هاي الحاله اتفقنا انه النال هايبوثيس ميو از ايكوال تو ميو نوت والالترناتيف هايبوثيس ايكوال تو ميو ميو از نوت ايكوال تو ميو. فحاجه اعرف الترو فاليو بالنسبه للمين از ايكوال تو ميو وتش از ميو نوت بلس جاب او ده. ليش؟ بالضبط، لانه انا خارج، انا حاجه اقبل في المقابل هي بالاصل في الخارج. فهي طبعا بدك اكبر من زيرو. فهنيجي نحسب التست ستاتستيك فاليو عباره عن زد نوت هي عباره عن اكس بار ماينس ميو على سيجما على الجذر ان، لكن قيمه الميو نوت تغيرت فحتصير بالنسبه لي الفاليو عباره عن اكس بار ماينس ميو نوت بلس دلتا على سيجما على الجذر ان بلس دلتا جذر ان على سيجما. حيصير عندي تغيير في هاي الفاليو، فبالتالي البيتا فاليو اللي هي عباره عن البرسنتج بالنسبه للتايب ايرور حتصير معنا هي عباره عن فاي زد الفا على 2 ماينس مضاد التغير الموجود عندي
عبارة عن دلتا جذر N على سيجما ماينس باي اللي هي ماينس زد ألفا على 2 ماينس دلتا جذر N على سيجما. هتصير يعني في هذه الحالة آخر الطير الخارجي. لو طلب منا نحسب والله شو الفاليو أو شو السامبل سايز اللي بتلزمنا عشان نحقق قيمة معينة بالنسبة للبيتا فاليو، فتقريبا هي فيها شوية أبروكسيميشن بنلاقى هذا الشيء موجود في الكتاب، هتساوي زد الألفا على 2 بلس قيمة زد البيتا اللي عبارة عن هايك لوجرم سكوير سيجما سكوير ديفايد باي دلتا سكوير اللي بتمثل الفرق بين النيو وبين النيو نوت اللي موجود. هلا لو كان وان سايدر بدل الألفا على 2 هتصير عبارة عن ألفا السبب تكون شغالين بس من جهة. خلينا نشوف هلا هذا الاكزامبل نفس الحاجة بنشتغل على نفس الاكزامبل تقريبا. في هذا الاكزامبل الترو بيرمنج بيت 49 اوكي، والبيتا فاليو للتو سايدر مطلوب من نحسبها لما يكون الكونفدنس الفا بيساوي 5% والستاندرد ديفيشن بيساوي 2 والان فاليو بيساوي 25. هلا مباشرة قيمة الدلتا كم بدها تساوي؟ 1. ليش؟ هي عبارة عن 50 ناقص 49. طبعا زد الفا على 2 احنا اصلا حاسبينها عبارة عن 1.6. فحيطلع معي هو شو البرسنتج بالنسبة لتايب كونترول وسميناه بيتا حيساوي 5 ال 1.6 اللي عبارة عن زد الفا على 2 ماينس جذر 25 على سيجما والجهة الثانية عبارة عن القيمة بتصير السالب. فهذول لما تطلعوهم من الجدول بيطلع معنا احتمالية تايب 2 ايرور بناء على دلتا بتساوي 1 الفرق بين الترو مين بين الاكشوال مين تقريبا بتساوي 30%. معناها كم قيمة الباور لهي السبب؟ 70%. 70% اللي هي عبارة عن التكمله. يعني بمعنى ثاني هي احتمالية انه انا افرض انه قيمة المين بتساوي 50 اوكي ويطلع القيمة صح، يعني يطلع التست صح في المقابل تطلع القيمة الحقيقية 49 هي 30%. فاحتمالية انه تطلع القيمة معي بالعكس هي 70%. عشان هيك سميناها خلال الباور الماضية اللي هي الباور هذيك يمكن 26% افضل من 26% يمكن السامبل سايز كانت عبارة عن 40 او 30 بس. هلا على نفس الاكزامبل لو قررنا نقلل قيمة تايب 2 ايرور 10%. هلا احنا تايب 2 ايرور كم طلع معانا بناء على السامبل سايز 25 30 لو قرر نقلل هاي ل 10% شو السامبل سايز اللي احنا نزله؟ اما بنرجع نشوف او بنعوضها مباشرة في عندنا ابروكسيميشن صح؟ حكيت لكم السيكونس موجود بالعوض فهي عبارة عن زد الالفا على 2 بس زد البيتا سكوير دلتا سكوير سوري سيكونس سكوير باي باي دلتا سكوير ودلتا فاليو 1 هي 1 لانه انا ماخذ الفاليو عبارة عن 51 وهي عبارة عن 1. فهي لو حسبناها بتطلع معنا كم؟ 2-1. والمنطق بحكي انه كل ما زاد السامبل سايز بدها تقل القيمة بالنسبة ل طيب طبعا اكيد في هذه الحالة كم بصير الباور فاليو الموجود عندنا؟ 90% اللي هلا هون معتبركم انه القيم لو احنا رجعنا 42 وحللناها كتحليل تطلع هي عبارة عن فاي ماينس زد الفا على 2 ماينس دلتا جذر ان على سيجما طبعا واحد تساوي فاي ماينس 1.96 ماينس 1 جذر 42 على 2. هلا لاحظوا انه القيمة اللي هون تقريبا حتطلع معاكم بتساوي صفر. شو السبب؟
انه احنا اخترنا سامبل سايز 42 في العمليه فيها شويه ابروكسيميشن. هلا نرجع للعلاقه اللي كانت موجوده هون هون بدي ارجع في هاي القيمه اطلع ان بدي اطلع ان لحالها اوكي فبدي احول هذول القيم كلياتهم بناء على قيمه البيت اللي موجود عندي واربع. هلا لاحظوا العلاقه بين فيها شويه ابروكسيميشن في بعض التيرمز الموجوده انحذفت في بعض التيرمز الموجوده انحذفت عشان هيك ما بعطيكم بالضبط اكزاكت فاي. هلا اذا بتبلشوا من 1.1 بتساوي فاي زد الفا على 2 ماينس دلتا بتجي على سيجما حطها كرياضيات بسهل العمليه كرياضيات بسهل فبتضطروا تعملوا شويه اما تريلز او ابروكسيميشنز. هلا هو هذا القانون معمول فيه ابروكسيميشنز. هلا بالنسبه للارج سامبل تيست مش حركز عليه كثير لكن بشكل عام اعتقد حكينا عنه في شابتر 8 وقبل اعتقد حكينا عنه في شابتر 9 اي شابتر 7 بالاستيميتر انه لما يكون عندي سامبل سايز ان اكبر من 40 في بعض الشابترز كانت تحكي عن 30 حكينا في هاي الحاله بنستخدم الارج سامبل تيست بروسيجر اللي هو حصير نستخدم بدل ما اتعامل مع ستاندرد ديفيشن سيجما بصير اتعامل مع الاسباب صح؟ ايوه لانه حكينا خلال انه حيصير انه الديستربيوشن بالقايم هو نورمال ديستربيوشن وتقريبا بيمثل كل البوبيوليشن فعشان هيك بنقدر نستبدل السمول ديفولت السمول سامبل في اللارج سامبل على اساس نطلع الفاروس تقريبا نفس البروسيجرز فمش حركز عليهم. حروح هلا على الكود الفاريانس طبعا هم موجودين في الكتاب تقدر تطلع عليهم نفس اللي احنا عملناه في المره الماضيه بنروح على تي ديستريبيوشن بالضبط اكيد بنروح على تي ديستريبيوشن. هلا حنيجي هون لما يكون عندي نورمال ديستريبيوشن بحيث انه الفارنس اتفقنا في حاله انه الفارنس اكون حنستبدل سيجما باستبدال اس اس لانه في فرق بين سيجما وبين اس حولنا نورمال ديستريبيوشن ل تي ديستريبيوشن والتي ديستريبيوشن اتفقنا انه اي فاليو تي ديستريبيوشن حتعتمد على سيجنيفيكانت ليفل وحتعتمد على الديجري اوف فريدم. اذا متذكرين لما رجعنا للجداول تختلف عن زد فاليو هناك كنا ناخذ قيمه زد ومباشره نروح نطلع القيمه اللي مقابل لها في المقابل هون لازم لاي قيمه تي احط لها كم قيمه السيجنفكت ليفل اللي موجود لها واحط لها ديجري اوف فريدم واتفقنا ان الديجري اوف فريدم بتساوي ان ناقص 1 ديجري اوف فريدم هاي كانت بتساوي ام ناقص 1 فعشان هيك لما يكون عندي الفاريز ان نون حنصير نحسب تي فاريز بدل ما نحسب زد فاريز حيضلوا الهايبوثيسيز الموجودين عندي نفسهم النل هايبوثيسيس بالاضافه للالتيرنتيف هايبوثيسيس حيطلع معي تي نوت ايكوال تو اكس بار ماينس ميو نوت الفرق اللي هون بصير اس على زد. هلا الكونكلوجن حتكون كالتالي إذا كان عندي التي فاليو أكبر من تي الألفا على 2 ام مهارس 1 اللي ايش بتمثل؟ اللي هي بتمثل هاي الديجري اوف فريدم هاي بتمثل السيجنفكت اللي أنا بدي أجي أقارنها مع الزد فاليو لأن أنا بحكي عن هاي المنطقة وبحكي عن هاي المنطقة. في هاي الحالة حعملها ريجكشن أو تكون التي نوت أقل من هاي القيمة يعني والله بحكي عن هاي التي نوت أقل من تي ماينس تي الفا على 2 ان ماينس 1 وهي القيمه اللي عم بحكي عن انه تي نوت اكبر من تي الفا على 2 في ان ماينس 1 نفس السيكونس. طبعا بالنسبه للالترنتيف هايبوثيسيس فهون في حاله الون سايكل حاله الون سايكل يكون تي نوت اكبر من تي الفا في ان ماينس 1 او تي نوت اقل من الماينس تي الفا هلا لو كانت تو سايد بتصير هاي الفا صح؟ صحيح لو كانت تو سايد هاي بتصير عباره عن الفا. خلينا نشوف هلا هذا الاكزامبل عبارة عن experiment عملناها على 15
وصلنا على المواصلات. اوكي اعتمدنا على ايفيدنس هي عباره عن الفا فاليو وكليم عباره عن 5% تو سبورت ذات كليم عباره عن كليم من المين كوفيشن لا ديستريبيوشن اكسيد 0.8 طلاب المواصلات ما حطوش زياده. المعنى الثاني انه احنا في عندي نل هايبوثيسيس انه ميو فاليو سيكوال تو هاي الاوبزرفيشنز هاي السامبل الموجود عندي من خلال هاي السامبل حسبنا له قيمه الاكس بار طلعت معنا 0.83725 والاس فاليو عباره عن هل قيمه الستاندرد ديفيشن معروفه؟ لا لا قيمة الستاندرد ديفيشن مش معروفة صح ولا تحسب الستاندرد ديفيشن معناها بدك تعرف البوبيوليشن نستعمل نحسب الاس هام لا هون بحسب ستاندرد بحسب هون قيمة الاس بس هل اللي هي عبارة عن الفاريز هل برضه نحسب الستاندرد ديفيشن سيجما اللي عبارة عن سيجما انت البوبيوليشن اشتغلت سيجما عشان هيك خلينا نشتغل على الفي ديستريبيوشن. هلا الخطوات كالتالي اول حاجه نعرف البارامتر في الانترست بالنسبه لنا ميو ميو بعد هنشتغل على النول هايبوثيسيس دي ميو سيكوال تو 0.82 فالالترنتيف هايبوثيسيس بالنسبه لنا عباره عن اتش 1 اللي هو الكليم وكانه كان هذا الكليم اللي هو الالترنتيف اكسيدز 0.82 اوكي عشان هيك اخذنا ميو اكبر من 0.82. هلا اتفقنا خلال المحاضره الماضيه حتى لو اخذت هاي اقل من 0.82 نفس الشيء بس تعكس نفس الشيء لكن بيختلف المعنى اللي عندك بيختلف المعنى اللي موجود عندك. هلا هون هنيجي نحسب قيمه تي فاليو تي فاليو حتساوي اكس بار اللي حسبناه اللي عباره عن 0.83725 الميو فاليو اللي عندنا عباره عن 0.82 اس على جذر ال هي عباره عن 0.02456 على جذر الكونستراكشن بناء على هذا بتطلع معانا قيمه تي فاليو بتساوي 2.7 فحنروح على الجدول ونحسب قيمه تي الالفا اللي عباره عن 5% 5% وال 14 ديجري 0.05 مع قيمه اللي عباره عن ديجري ناقص 1 فمن خلال هذا الجدول لما احنا ندخل عليه بقيمه 2.72 هلا هو اشتغل عكس كيف اشتغل عكس راح طلع ال راح طلع هذه 2.72 بين ايش وايش فطلع معاه انه هاي حتيجي بين قيمه 2.624 اللي هي مقابله للالفا 1% وبين قيمه 2.9